اهلا ومرحبا فيكم مشاهدين تلفزيون الكويت القناه الاولى برنامج طارق مول 2 خليك انت تعال انت غازي مو اسمك غازي تعال جيب لي هذه الفانيله التيشيرت هذا المدريدي لو سمحت لا جيب هذا ما فاز اليوم رد هذا مدريد اليوم صراحة اللي جابه لي برشلونيا اليوم سووا رباعية جميلة كاهو مدريد كان شعارهم نقول لهم مبروكين يا المدريدية وعلى هالفوز الجميل أنا ما أقدر أعلق هالصوب ولا يلا ربع كلهم زين عشان استانسوا ربع اليوم عندنا ضيفة عزيزة وغالية ضيفتنا وعلى طبعا عزيزة علينا وعلى كل بيت كويتي وكل بيت يحب العلم يحب التفوق عندنا ضيفة فخر ومن بنات الكويت اللي نفخر فيهم وطبعا بنتنا الغالية بسمة مساعد السعيد طالبة كويتية ما منعها أي شيء إعاقتها البصرية ما منعتها من تفوقها بالدراسة وفوق هذا هي الثانية على مستوى الكويت اللهم صل على النبي اذكروا الله وصلوا على النبي على مستوى الكويت بالقسم الأدبي بنسبة 98.31 بسمة مساعد السعيد معانا اليوم وإحنا بدورنا راح نقدم لها تكريم بسيط وهي بالفعل تستاهل أكثر منه يلا أعطونا فقرة كرام الضيف ويا بسمة حلو يلا أعطونا عبد الله صلاح هذه بنيتك وخيتك بسمة السعيد ألف مبروك الله يبارك فيك 98 وكم بالمية 31% مكسرة هي مكسرتهم ولا مفروض أكثر هي اللي بتعطيك الجائزة بس جاوب على هالسؤال يقول لك في أي عام افتتحت أول مدرسة نظامية بالكويت قولي له سنة 1911 قولي له 1911 أو 22 أو 22 أو 33 أو 33 قولي له جاوب قولي له خليك صاحي صاحي يلا جاوب 11 قولي له صح لا عجي تشيب السحية ما عبي عجي شيء يا حنين أهلا كم كان عدد طلاب مدرسة المباركية عام 1912 قولي لها 554 أو 260 آسف 254 أو 260 أو 280 كم كانوا قولي لها 254 غششنا بنية ماخذة 98 شو تغشش فيك؟ 54 صح اليوم يوم مميز يوم نجاح بسمة مساعد السعيد وفوز مدريد عطونا مسابقة الجنطة يلا السامسونايت اللي بطل السامسونايت انتو حظك ايش يطلع لك هدايا ايش يطلع لك جوائز انتو حظك نقول الو السلام عليكم هلا عليكم السلام شلونك يا عادل خير الله يسلمك حبيبي مدريدي ولا برشلوني مدريدي مدريدي اليوم الفوز ساهل المدريدي يلا عطونا الجنطه أعطونا الجنطة والرقم اللي يفتح 329 حالاته 444 تشيها يلا 329 إلى 338 يعني من 29 إلى 38 يبطل الجنطة وتطلع لك الهدايا والجوائز عطونا 29 إن شاء الله 29 يا مدريد نقول سي موسي عطنا يلا 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 عندك فرصتين يلا 37 يا مدريد 37 يا مدريد يلا يلا آخر جول أقصد آخر فرصة 33
33 عطونا مدريد سي. مبروك 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 يا مدريد. لا عاد اليوم يومكم مدريدية. فتحت الرقم. خلينا نشوف ايش طلع لك جوائز. اوه والله عامر الكرت بالجوائز، عامر الكرت بالجوائز. قيمة الجوائز اللي طلعت لك قيمة 850 دينار كويتي. مبروك يا المدريدي ونقول له سي مو سي. يلا نقول فيصل الو. الو. شلونك؟ امور طيبة الحمد لله. صاحي؟ صاحي. مدريدي ولا برشلوني؟ لا مدريدي طبعا. قول له سي سي. عطنا اياها. سي هذا كنا قاطينه من فوق. يلا شوف يا فيصل عطونا الرقم. علاوي شو الامور معك؟ ايش قاعد تاكل؟ عطنا. يلا من 329 الى 300. لا مو هذا، اسف. انا هذا المتسابق الاول، شوفوا عشان لا تقولون نسيت انا. ايوه هذا المتسابق الاول ما غيرت كرته. من 533 قطع هذه الى 542. يلا 539. هذا شو علوج؟ اقول حلاوه حاره. يلا بعد عندك. يلا فيصل 537. مدريد اخر رقم 541. شنو؟ طلع عندي. ودع نعطيه. خلينا نروح ودع هناك. 505. ما عليه 535 اللي يفتح القرد. ما شفتوه؟ ايوه ترضية. لحظة شوي لو سمحت. وينها؟ ولا عفستوني. هذه الترضية اللي خسر يطلع على ترضية باللون البرتغالي. هذا احنا قاعدين بالبي ام، شغل عدل. شركة علي الغانم واولاده ما قصروا، حطوا هالموتر الجميل عندنا بي ام اكس 1 عدل. ولو عندهم عرض مميز 5 سنوات بخمسة بخمسة، ما عليك الا تترس بنزين وتحرك بسيارتك. عطونا الو. بدر. السلام عليكم. بدر. هلا. شلونك؟ خير الله يحفظك. شلونك؟ مدريدي ولا برشلوني؟ مدريد طال عمرك. اليوم ايش ظهر المدريدية مستانسين. يلا كم فزتوا اليوم؟ أربعة بعين. لو خمسة كان قلنا بعين الحسود. لكن ما عليه، اخذوا قلول اليوفي وسووهم خمسة يستاهلون. يلا عندك عشان تفتح الجنطة، وهذا عبد الوهاب شاهد على هالموضوع. عشان يلا عطونا الجنطة. اقرأ من هذا، يقول من 587 إلى 569 بصوت عالي. 587 إلى 596. يا عيني عبد الوهاب أعطاك الخيارات وأنت بطل الجنطة. من 87 إلى 96. 88. يلا 91. لا على راحتك. كم؟ 91. مدريد ليش؟ لا خلينا نحرك الحين، اصبر. كم اخر واحد؟ من 87 الى 96. عطنا اخر رقم قبل لا يخلص الوقت. 96. عطونا 96. انت رابع متصل، 4 شغل مدريد. يلا شلونك؟ عدنان. هلا شلونك؟ بخير الحمد لله. صاحي؟ صح. عطوا الجنطة، عطوا. يلا عندك من 996 إلى 978. أيوة 996.
اي 69 انا ايش قلت؟ يلا 969 لحظة عمري انا اخلي من 969 الى 978 انا يمكن خربطت الارقام مدريد وفايز ونهني العالم يلا من 69 الى 78 انا ادري اليوم برشلونه بيسبوني لكن ما عليه ترى انا ما اشجع اي نادي عيد لو سمحت 72 اظن اللي بعده يا عدنان اللي بعده الرقم اللي بعده بسرعه 67 كم 67 ما في 67 من 69 الى 78 ما عليه 78 عطونا 78 بسرعه صح يلا يستاهل مفروض بطل الجنطه يا عيني عليك خنشوف ايش طلع عليك يا عدنان مع انك شويه مخثل ونايم الجوائز راح تصحصحك اظهر من الوناسه نسد تلفونه هذه جوائزه ما شاء الله خالد العنزي يا الو خالد هلا وياك شلونك يا خالد هلا شخبارك هلا والله مدريدي ولا برشلوني برشلوني والنعم لا مو شي نعم حالي تعال افتح الباب واطلع حبيبي يلا ايش رايك بنتيجة مدريد اليوم والله يستاهلون والله اول مرة اشوف برشلوني منصف لان نعمان وهذيلا كله يقولون الحكم والجودة الطيبة الله حلو يا برشلوني يا منصف عطول جنطة خلينا نشوف عبد الوهاب مدريدي مدحكم برشلوني اوكي يلا من 788 الى 797 هذا مدريدي وهذا برشلوني مباراة بينهم هذا المدريدي مريح والبرشلوني ياكل بعض نقول 88 ان شاء الله 88 عطونا سبس شنو عندكم اكل شغل عدنا تبي عصير تبي شرب عصير شربت يا مال العافيه يلا خيار ثاني خلينا نطلع مني وهابي هالعبد اوكي الامور معاك يلا خيار ثاني بسرعة 90 بإذن الله آخر محاولة يا برشلونة تعال هذا اللي مسكين يسمونه السدي سدي كاب خلي تشوفك لا كلوز عليه أنا عشان تشوفه مرته لأنك تقول أنت ما تداوم الله يحفظك أبو حسن يلا كم قال قول 89 يا العنزي هلا وياك فتحت الجنطة لأنك برشلوني منصف افتح الرقم لأنك برشلوني منصف فتحت الجنطة شوف واو هذه هدايات يا شغل عدل هدايات أم العيال يمك هلا أم العيال يمك إن شاء الله يمي شوف أنت فزت بجائزة بقيمة 770 دينار كويتي عليك بالسلام هلا مبارك هلا حبيبي شلونك مبارك طيب طفالك حبيبي مبارك عليك الشهر يا مبارك علينا فيك تبارك يلا افتح الجنطة خنشوف عطوه من 216 إلى 225 217 مبارك 220 يا مبارك اخر محاولة 225 خلينا نشوف ايش عنده مبارك مبارك ما بطلت الجنطة لكن هذا رقم ال 224 لا ما اشوف نظر كلش عطنا ترضية مبارك هذا اللي بالبرتغالي ترضية واذا فاز بالازرق ونشكر الشركات اللي ساهمت الليلة وكل ليلة في ليالي رمضان برنامج طارق مول 2 كلنا نقول حق مدريد سي الريال الليلة بثوب الأبطال
المشاركة في برنامج طارق مول 2 من داخل الكويت ارسل حرف ميم أو إم إلى 88-55-55 من أي هاتف نقال. وللمشاركة في برنامج طارق مول 2 من خارج الكويت اتصل على رقم 00-88-216-22-77-66-88. كن الأسرع لتشارك بفقرة السيارة والجوائز الكبرى.